حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض اليوم الجمعة إنه غير معني بالمسيرة التي نظمها بعض مكونات المنتدى الوطني المعارض بنواكشوط. وأضاف المكتب في بيان أصدره أن المسيرة جاءت ضمن جملة من القرارات لم تكن محلا للإجماع الذي يحكم عمل المنتدى. ويأتي هذا القرار بعد مقاطعة الحزب لأنشطته السياسية للمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة على خلفية لقاء رئيسها الأخير بممثلين عن الحكومة والأغلبية. وينضاف إلى حزب تكتل القوى في قرار مقاطعته لمسيرة اليوم حزب التناوب الديمقراطي الذي اعتبرها خارجة على إجماع المنتدى. ويتزعم الحزبان الأطراف الممانعة في المنتدى لإطلاق حوار سياسي مع الحكومة قبل رد مكتوب على ممهدات الحوار التي تقدم بها المنتدى. ومعنا هنا في الاستديو عبد الرحمن والميني عضو اللجنة الدائمة لحزب تكتل القوى الديمقراطية لنناقش معه هذا الحدث. سيد الأستاذ عبد الرحمن، أهلا بكم معنا ضيف في هذه النشرة. السؤال الأول الذي يتبادر إلى الأذهان، ما هي الأسباب التي جعلت حزب تكتل يقيب عن تظاهرة وصفت بالكبيرة؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم. في البداية شاكركم على إتاحتنا هذه الفرصة. نختار نقول فعلا بلادنا تعيش فيها كابوس حقيقي في جميع المستويات، وخاصة المجال الأمني. فهم في فلات أمني حقيقي، أن الاغتيال متكرر، العاد ما هو كل يوم، كل بعد يوم نسمع فيه خبر، والاغتصاب كيف والخطف وعمليات السطو. معناها المواطن الموريتاني يصبح اليوم ما هو آمن ولا هو مطمئن لا في الشارع ولا في البيت ولا في العمل. إذا كابوس حقيقي يعيشه المواطن الموريتاني، وهذا أظهر حقيقة مملي واضح في النقاط اللي تناولها تقرير رئيس الحزب السيد أحمد الدادة. اختلال افتتاح دورة مكتب التنفيذي العادية، هذه نقطة كانت بارزة، شخصتي الأوضاع اللي هي وبدأ بالانفلات الأمني حقيقية وشخصه وأسبابه اللي كثيرة واللي تصب كاملة فشل النظام في تسيير البلد. ما دام الرص بهذه الطريقه، كيف تقيبون عن مسيره يعني ترفع شعار من هذه الشعار؟ حزب تكتل القوى الديمقراطيه كي تعرفوا رايد في ذي الامور اللي هي منذ 25 سنه، هو يناضل من اجل حقوق الانسان ومن اجل حق المظلومين. هذه ما هي مكابره، غير ذي معروف، حقيقه معروفه عند الناس كامله. هذا الحزب عنده شراكه سياسيه في اطار المنتدى مع اخوته في المعارضه. وهذه الشراكة تقتضي أن المسائل كاملة اللي لها تعود محل إجماع هي اللي تعود محل قرارات. وكي تعرف المرحلة الماضية كانت فجوة بين حزب تكتل القوى الديمقراطية والإناد وطلاء مع بقية أحزاب المنتدى على خلفية ذاك الاتصال اللي خلق مباشرة بالوزير الأمين العام للحكومة. وظاهر لنا زملائنا مع كامل الاحترام لهم أنهم يراومونا على قلة الإجماع. وهذا في الحقيقة احنا ما بينا كره ولا عزتنا العود بعيد من زملائنا، غير نختار وشي لا يضمن الناس كاملة خصوصيتها. الأحزاب السياسية اللي كلها عنده خصوصيته، أحزاب جماهيرية، أحزاب عقائدية وتنظيمات أخرى، ظاهر لأنها اللي قد يجمعها هي العادة متوافقة كاملة عند حزب واحد. يعني اللي قد يجمعها الصيغة تعود جامعة بينها وتشكل مرجع. جيد. والصيغة اللي جامعة وتشكل مرجع لا اللي قال الإجماع. ظاهر لأن ذي المسيرة اللي هي حتى أن إجماعتها ما وشاركنا فيها ولو سولنا عنها. حتى إجماع اللي قبل فيها القرار احنا ما أعلنا به. اللي فاشلين قبل القرار حدنا قالنا راهو يدخل المسيرة. وتناقر مع مشي الرئيس زيادة على ذاك اللي خلق، وفعلا أن ما قد نعود معنيين بها بهالدي. لا يتعود مره ثانيه يخلق فيها. اذا بعد مقاطعه، اسمح لي على المقاطعه لان الوقت يمر، بعد يعني مقاطعه الاتصال الحكومه وكذلك مقاطعه المسيره، هل ينوي الحزب العوده الى المنتدى بعد هذا الخلاف ام ان الامور يعني وصلت الى حد قطيع؟ اقول لحال الحزب حريص على وحده المنتدى، غير شرط الا ان تعود فهم صيغه سياسيه تشكل مرجع لاجماع المنتدى به اللي كي قلت الاحزاب كلها عنده خصوصيته. ونعود ما فهم مرجع يجمعنا ونعود نرجع له كاملين، ظاهر لي ما فهم شيء قد يعود يجمعنا. قلت يجمعنا لا نعود الصيغه نتفاهموا عليها كي كانت عندنا، لا نعود زملائنا لا هي رجعوا صيغه المرجع اللي عندنا اللي هو الاجماع. اي قرار لا ينقبض يلا ينقبض الاجماع، وهي هي قوتنا يلا نعود نرجعوا لها. احنا في الحقيقه زملائنا وزملاء درب في هذا الصدد. نعود ما هو خالق احنا الشيء ما يضمن لنا خطنا السياسي النضالي الثابت
في الحقيقة أمام الدندوري. في هذا الاتجاه يتقاطع كل من الرئيس محمد المولود ونائب رئيس حزب التواصل الشيخاني والبيبة في القول بالتصريح القائل أن التكتل يعني خارج المنتدى. هل يعني هذا يعني التكتل هو اللي قرر؟ التكتل هو اللي قرر كانوا يخرج المنتدى ولا يدخلوا. إذا المنتدى المنتدى ما تنقال أحزاب عن أحزاب. إحنا نقال المنتدى. ولتصحيح بعض حد لا يقول الصيغه الحقيقيه للمسيره ما يقول مسيره المنتدى به اللي المرجع عند المنتدى هو الاجماع وما حد الصيغه اللي هي ما هي جبرته رواه يلا تمين قالها مسيره احزابته ما هي مسيره المنتدى هي الحقيقه. اذا الين تعود هاي الصيغه لا يرجع لها وتعود هي المرجع اللي هي الاجماع اللي تضمن لنا كلنا خصوصيته وتضمن مبادئنا وخطنا النضالي. احنا ما نختير شيء عن قوة المنتدى وعن وحدته. منين تعود صيغة أخرى لا يذوب فيها ولا يتوفى مبادئنا وخطنا النضالي والسياسي في الحقيقة مولي التضحية به ما يمارق فينا. إذا شكرا لك النائب السابق وعضو اللجنة الدائمة لحزب تكتل القوى الديمقراطية عبد الرحمن والمنيك وتضيفنا في هذه النشرة. أعلنت الحكومة الموريتانية في جلستها الأخيرة